أحسنت رحم الله والديك. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. السعادة الزوجية هي مصدر إشعاع السعادة في الدنيا، ومن يبحث عن واقع لمعادلة معاكسة فلن يجد. مهما تكن عوامل الاستقرار والرخاء والسعادة بين قوسين، خارج المنزل مهيئة ستبقى معطلة حتى تفعل السعادة داخل المنزل مفعولها، وإلا فإن الشقاء في الحياة الزوجية سيسري قهريا لكل جوانب حياة هذا المسكين، رجلا أو امرأة، زوجا أو زوجة. ولا أعتقد أن أحدا يتصور مفهوم السعادة الزوجية أنه انعدام الاختلاف في وجهات النظر بين الزوجين في قضايا معينة، أو أنها الرومانسية بمفهومها البسيط السطحي طيلة ثواني ودقائق وساعات وأيام وسنوات الحياة الزوجية، أو أن يرسم لنفسه نموذجا جناويا إنجاز التعبير لحياته أو حياتها مع شريك أو شريكة العمر، إن لم يتحقق فإنه غير سعيد. صحيح أنه يمكننا أو أننا يمكن أن نصنع لأنفسنا جنة معنوية، لكنها جنة دنيوية خاضعة لكل مؤثرات عالم الدنيا، ومن يحلم بجنة الآخرة فلن يجدها في غير الآخرة. جعلنا الله وإياكم جميعا من أهل جنته ورزقنا رضوانه فهو أكبر. وأترككم الآن مع المربي الفاضل فضيلة الشيخ شاكر الفردان، يتحدث معنا حول هذا المفهوم الحيوي اجتماعيا وعمليا. هل تحب أن تكون سعيدا في حياتك الزوجية؟ نستقبل فضيلة الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السعادة مطلب ضروري
يسعى الإنسان بكل ما أوتي من حول وطول لتحقيقه، سواء في دائرته الواسعة، في حياته مع الآخرين، في حياته مع أبناء المجتمع، أو في دائرته الضيقة في داخل الأسرة، وهو هدف منشود وغرض مطلوب. لكن الطبيعة التي نعيشها، طبيعة هذه الدنيا، عالم الدنيا، مقتضياتها كما يقولون، هو عالم الكثافة، عالم التزاحم، عالم التزاحم من مقتضيات هذه الحياة، أن كل سعادة فيها لابد وأن تكون مشوبة بشيء من الشقاء. كل لذة في هذه الدنيا ليست خالصة، وإنما كل لذة فهي مشوبة بألم، اللذة الخالصة في ذلك العالم. إذا تبين هذا الأمر أيها الأحبة، ندخل في صلب الموضوع الذي هو محل كلامنا. هل توجد ما يعبر عنه بالحياة السعيدة؟ بيت السعيد، الحياة السعيدة، هل يوجد حقيقة لهذا المعنى أم لا؟ للجواب على هذا السؤال لابد من دفع توهم يعترض الذهن، ثم بعد ذلك نبين هذه المسألة. التوهم هو أن الحياة السعيدة في أذهاننا هي الحياة التي تكون خالية من كل مشاكل الحياة. يعني البيت اللي ما بيه مشاكل يقولون هذا بيت سعيد. طبعا إذا كان ملفوف بشيء من الحب والرومانسية والعلائق والوشائج المتينة يقولون هذا البيت بيت سعيد. البيت الخالي من المشاكل هو البيت السعيد. هذا الكلام في حد ذاته وهم وغير سليم. البيت السعيد ليس هو البيت الذي يخلو من المشاكل، لأنه كما سأشير إن شاء الله تباعا، لا يوجد أسرة تخلو من المشاكل، وراح أذكر دراسة سويسرية لهذا المجال. لا يخلو بيت من المشاكل، ولا تخلو مرحلة عمرية من المشاكل. وهذا بخلي مثل حلقة بإذن الشباب الذين لتوهم دخلوا في عش الزوجية يدركوا هذا الأمر. إذن ما هو البيت السعيد؟ طبعا إحنا لما نقول أن الوهم الحاصل البيت السعيد هو الخالي من المشاكل، هذا غير صحيح. البيت السعيد هو الذي يستطيع أصحابه أن يديروا أزماتهم ويتغلبوا على مشاكلهم بأقل تكلفة وبفترة زمنية قصيرة. بيت لازم يصير في مشكلة. السعيد هو الذي يستطيع أن يدير هذه المشكلة، بل بالعكس كما سنذكر يوظف المشكلة توظيف إيجابي في حياته. المشاكل عندنا على قسمين، احنا ما بنا نتكلم عن المشاكل بس أبين شنو معنى البيت السعيد. المشاكل، أكو مشاكل تتسبب في انهيار صرح الحياة الزوجية، هذه تكون مشاكل خطرة، تركها تتفاقم وتتراكم تنهي الحياة الأسرية. إذا على أفضل التقادير تبقى الأسرة تعيش طلاق روحي،
يعني الأب والأم يعيشون تحت سقف واحد لكن لا تربط بينهم أي روابط زوجية. وطبعا الأسرة الأولاد يعيشون حالة الضياع، لأنه مو بالضرورة أن يكون ضياع الأطفال والأولاد ناتج للطلاق بأن الزوج والزوجة كلهم في وادي، لا يكفي وإن كانوا تحت سقف واحد والزوجين عندهم طلاق روحي، هذا الأمر يترك آثاره السلبية أيضا على الأطفال. هذا نوع من المشاكل، وهذا النوع من المشاكل لابد من الرجوع فيه إلى المختصين لحل حالة المشكلة وإيجاد طرق الحل لها. وهذا تنبيه يجب أن يكون في الذهن بعض الأزواج، باعتبار عندنا إحنا عقلية شرقية والمرأة أشبه بالجارية والأمة في داخل الأسرة. الزوج يتحكم حتى في طريقة التفكير عندها، حتى في ذوقها، يضربها، يؤذيها بلسانه باللفظ، يمارس كل أنواع الظلم والضغط ضد زوجته، بس الزوجة ما تقدر تتكلم لأنه إذا تروح تشكي أمرها لأهلها راح يعاقبها. إذا تراجع مختص بأي حق تتكلمين يا رجال أجانب؟ ثاني شيء البيوت أسرار، ومفترض هذا الأمر تحافظي على أسرار البيوت، هذا خطأ وفكرة غير سليمة. من حقها، من حق الزوجة إذا استفحل الأمر وتعدى الزوج في ظلمه لزوجته، وصل إلى إهانتها، إلى سحق كرامتها، البيت راح يسقط على الزوجين وعلى الأولاد. الزوجة تراجع من يعينها لحلحلة المشكلة وإيجاد طريق لحل المشكلة. هناك بعض المشاكل اللي تنوجد داخل الأسرة، هذا النوع من المشاكل ما يهدد الحياة الأسرية، هذا اللي نتكلم عنه، مشاكل طبيعية، اختلاف وجهة النظر، اختلاف الذوق، احتكاك بسيط بين الزوجين، في بعض الأحيان قد يكون انقطاع في التواصل بين الزوجين، هذه مشاكل طبيعية في داخل الأسرة لا بد من حصولها. أنا أشرت في أثناء الكلام بأنه هناك دراسة لباحثة سويسرية درست في قضية حصول المشاكل في داخل الأسرة. يعني الناس تفكر بأنه البيت السعيد والحياة الزوجية السعيدة التي تكون خالية من المشاكل. هذه الباحثة توصلت إلى هاي النتيجة، أن الأسرة التي تخلو من المشاكل قسم الأول، أنا ذكرت أن المشاكل على قسمين، مشاكل تهدد الحياة الزوجية تطيح بهذا الصرح المقدس تسقط، هذه المشاكل المفروض ما تكون في داخل الأسرة. وأكو نوع آخر من المشاكل هي اللي تتحدث عنها الباحثة، هذا النوع من المشاكل ما يهدد الحياة الزوجية وإنما يعطي للحياة الزوجية ذوق. ولذلك هي تقول في نتيجة بحثها أن الأسرة التي تكون خالية من المشاكل من هذا النوع هي أسرة غير سوية، أسرة مريضة عليها أن تراجع ذوي الاختصاص في هذا الأمر. يعني بتعبيرها هي تقول لازم نخلق مشكلة، يعني إذا ما في مشكلة في داخل الأسرة لابد أن تخلق مشكلة. ترجع هي هذا الأمر إلى عدة أسباب. أولا أن الأسرة إذا بقيت على وضعها على هذه الحالة السائدة ما بيها أي مشكلة، تأخذ نمط روتين، وهذا الروتين يبعث على الرتابة والملل، وبالتالي تتحول الحياة إلى أمر ميكانيكي. يعني هو متعود جسمه يجي ينام ويا زوجته، يطلع يأكل وياه ويشرب ويمشي. ممكن شايفين بعض الأسر السابقة القديمة
تكون في هذا النوع. الأمر الثاني، ولذلك هاي المشكلة شو تسوي؟ تكسر الروتين وتجدد، تنشط الحياة الزوجية. الأمر الثاني أن طبيعة حصول المشكلة في داخل الحياة الزوجية تكشف دواخل الطرفين. يعني لما تكون عندي مشكلة ويا زوجتي، طبعا قلنا النوع الأول من المشاكل، لما يكون عندي مشكلة ويا زوجتي راح أتكلم بالشيء اللي داخلي، أفصح عما في داخلي، وهي أيضا تفصح في الطرف الآخر عما في داخلها، وبالتالي تتقارب وجهات النظر أكثر، العقول القلوب تكون متقاربة أكثر مما لو كانت تسير وفق نظام روتيني ثابت في داخل الأسرة. أرجع إلى أصل الكلام، إحنا كلامنا عن السعادة الزوجية. أكو مثل إنجليزي يتكلم عن السعادة بهذا المعنى، يقول السعادة كالفراشة. فراشة، الفراشة إذا شفتها على الشجرة وعلى غصن الشجرة، من تروح تصيدها تشرد، تلاحقها هي تطير من غصن إلى آخر وأنت تهرول وراها ولا تستطيع أن تصيد أو تصطاد هذه الفراشة. لكن ابقى مستقر بعد لحظات، وإذا الفراشة تحلق على كتفك. الوضع الأسري اللي نبحث فيه عن السعادة، بحالة الاضطراب والفوضى والتوتر وعدم الانضباط السعادة ما تتحقق. وجد حالة من الاستقرار، السعادة تحل في أحضانك، هي بوحدها أوتوماتيكلي، يعني السعادة تأخذ موقعها في داخل الأسرة. أشير لي بعض الأمور في تعليق على القسم الأول من المشاكل التي ذكرناها. القسم الأول قلنا مشاكل طبيعية تحصل في الأسرة، ما في أحد أسرته يقول ما عنده مشكلة، لا أنا المتكلم ولا أنتم المستمعين، لا بل عندي مشكلة يا زوجتي، بس مو المشاكل اللي تسقط الحياة الزوجية اللي تنهيها، مشاكل ساعة وتنتهي، يوم وتنتهي، ما تطول فترة طويلة. هذا الأمر راح أذكر ثلاثة أو أربعة أمور الفات النظر إليها على أساس يكون الواحد لو حصلت مثل هذه المشاكل شلون يتصرف. لأننا قلنا الحياة السعيدة هي أو الأسرة السعيدة هي التي تستطيع أن تدير الأزمات وتوظف المشكلات، تتغلب عليها بأقل تكلفة، ما يصير بها خسائر كثيرة، وفي فترة زمنية قصيرة. الأمر الأول لطيف، أن طبعاً أنا عندي مكتب لتوفيق الأسري وشغلتي هاي مع الأزواج، مشاكل اللي تحصل عندهم على شكل استشارات أو حلول مشاكل. كثير من الشباب لما يراجعوا في أمر معين في الغالب يقولوا هذا التعبير، يعني احنا شفنا روحنا ما نصلح لبعض، خلاص اكتشفوا روحهم انهم ما يصلحوا لبعض. بعضهم يعبر تعبير يقول، يعني يقول هاي المشاكل حاصلة واحنا الآن تونا بعد ما انجبنا اطفال، في المستقبل شلون نقدر نعيش؟ فانا لازم افكر لا يجي اليوم اللي يكون عندنا طفلين وثلاثة وخمسة وبعدين نهدم الحياة الزوجية، شو نسوي؟ لازم نتطلق من الآن. شو رأيكم في الفكرة هذه؟ شو رأيكم يا شباب؟ أحد عنده فكرة يسعفنا بها حتى أنا أشرب ماء؟ كثير من شبابنا
اليوم طبعا في تأثيرات الوسائل الإعلام دخيلة، يستبطنون بعض الأفكار في العقل الباطن دون أن يشعر. طبعا حتى متدينين، يعني مو ناس غير متدينين، يعني متدين ويقعد على التلفزيون ويشوف له فيلم أجنبي مسلسل شيء ويستبطن الفكرة. هم عندهم أن كله نجرب بعض، نجرب بعض نشوف روحنا، اكتشفنا أن احنا ما نصلح لبعض، فيضطر هذا أن ينسحب من الحياة الزوجية. احنا ما عندنا شيء نجرب بعض. احنا من يوم اللي رحت سويت مقابلة وشفت بنت الناس وشافتك، وجاء العقد على القرآن الكريم يعبر عنه ميثاق غليظ. العقد اللي يصير بين الزوج والزوجة ميثاق غليظ، مو لعبة، مو أمر يعني سهل لك كل واحد على كيف عقد اليوم باكر يطلق. المليون مرة تفكر شلون تطلق، ليش تطلق. المسألة اللي أريد أن أنبه عليها وهي هذا التعبير الدائم أن احنا اليوم ما قدرنا نعيش بكرة شلون راح نعيش. لا، مو بالضرورة. كل مرحلة من العمر إليها مشاكلها الخاصة. خلني بس يمكن أكون أكثر تحديد، كل جيل، عمر جيلي يعني 10 سنوات عقد من الزمان، مشاكل تختص به. يعني افترض أنا الآن أذرفت على 60، شايب اللي قدامكم والآباء اللي قدامي يمكن في 70 أو أكثر، ويمكن بعد الحين بيضم بس أصغر مني شمدرين زين كنا أصبغها بس ما أصبغ زين. يعني كم عقد من الزمان مر علي. أنا لما أطالع أول ما تزوجنا 10 سنوات عندي مشاكل في حياتي الزوجية تتناسب ويا المرحلة الأولى من عمر الإنسان. عادة المشاكل مشاكل اثنين قليلين التجربة يختلفون على شيء معين. عادة الزوج يبغى بعده يحن له فترة العزوبة، المتأرجح هو يحن له فترة العزوبة، يطلع ويا صبيان يروح القهوة، يروح يشيش، يروح ما أدري شيء يسوي، المرأة تزعل تقول لي انت تخليني وتروح يا اصدقائك موشقين. عاده تكون المشاكل من هذا القبيل. بعد 10 سنوات من زواجهم مو هاي المشكله. مشكله يختلفون الولد اللي جاي، انت الضربه واجد تتاذي ولدك، يقول لا انت اللي ضربينه، انت اللي كذا. بعد 10 سنوات تجي مشاكل من نوع اخر، وهكذا دوالك تجي مشكله الاسره البيت، يعني تجي مشكله الاثاث، تجي مشاكل اقتصاديه جديده، وهكذا دوالك. بعدين تجي بعض الأحيان القضية الجنسية، لما يتقدم بالعمر تجي مشاكل جنسية، شفت عنده حالة ضعف جنسي وما يقدر يتواصل ويا زوجته. الحالة الاعتناء بالزوجة يعني ما يعتني ذاك الاعتناء السابق، ولذلك المرأة دائما تقول وين الأول. فترة الخطوبة غير، ولما تزوجني غير، الآن ما يحبني. يقول يحبني دائما السؤال، يحبش زوجك؟ يقول يحبني، بس واقعا ما اشوف شيء حب، واقعا ما اشوفه. ذاك الزمان ياخذ لنا هالشكل يودي لنا هالشكل، الان ما موجوده. النقطه الرئيسيه اللي اريد ااكد عليها، كل مرحله عمريه، كل عقد من الزمان، كل فتره جيل اليها المشاكل اللي تختصها. شويه صبر عندنا يصير نحلحل المشاكل مال هالمرحله. وما اوعد اللي لما يجيني يقول اقول له ما راح تصير مشاكل، لا راح تصير مشاكل، بس مشاكل لمرحله جديده تحتاج الى توجيه، ولذلك يحتاجون لاستشاره دائمه. راح نذكر ان شاء الله استشارات دائمه، ويحتاجون لمنشطات في الحياه الزوجيه دائما، مثل ما يستخدم له منشط الفياجرا حق الجنس، يحتاج منشطات للحياه الزوجيه كامل، في الجانب النفسي والاجتماعي والسيكولوجي، كل الجوانب يحتاجها. وشنو نوعية المنشطات راح نذكرها في محلها. إذن الأمر الأول ملاحظة مقتضيات الفئة العمرية، المرحلة العمرية، ولنستعجل في أخذ القرار. يقولون القرار يؤخذ في لحظة، التفكير لا يأخذ سنة. لا تأخذ قرار، خصوصا الشباب في الفترة الأولى، مجرد أن تختلفوا لا تقول ما تصلح لي، أنا ما أصلح لها،
أتصور إحنا لازم نحل الموضوع بسرعة بعدين ليصير عندنا أطفال نخلق مشاكل. لا، أنت روح لمختص يدرس الموضوع من جذوره حتى يخلي إيده على موضع الخلل ويصلحه وتجري الحياة مرة ثانية من جديد. الأمر الثاني، إحنا قلنا الحياة السعيدة الحياة اللي يكون فيها فن إدارة الأزمة والتغلب على المشكلة بأقل تكلفة وأقصر وقت. دائما إذا يصير خصام بين اثنين، مو بس بين زوجين، بين الناس كلها، إذا يصير خصام بين اثنين ويبتعدوا عن بعض، كل واحد يفكر بطريقته في فهم الآخر، وهذا خصيمي، أنا أستعير تفكيره وأفكر عنه، أشوفه صار سوى حركة معينة، هو خصيمي، أقول هاي الحركة يقصدني، هذا الحركة يريد يستهين بي، يريد يحقرني. تش مدرك عنه يحقرك؟ مش لأنه خصيمي يريد يحقرني. كل ما تتسع الهوة بين المتخاصمين كل ما زادت القراءة السلبية كل واحد للآخر. صوروا زوجين في بيت وموجودة مشكلة عندهم، هاي المشكلة اليوم الأول كل واحد زعلان في السرير، كل واحد عاطي ظهره الثاني. يوم ثاني مثلا افترض الزوج مستعجل طلع كذا، كل يوم يقبلها إذا يروح العمل، شوف ما قبلني ما تحبني، أو هي تسوي الشغلة الفلان جايب الصحن بالقوة ترمين علي. اثنانهم كل واحد يقرأ الثاني بطريقة سلبية. تصوروا أن هذا اليوم الواحد زاد صار 10 15 20 يوم، تراكمت القضايا، صارت المسافة جدا بعيدة، مسافة القلوب أزيد من الأيام من الزمن، قست القلوب كد واحد على الثاني، المشكلة تأصلت وتجذرت وتحولت في نظرهم هي مشكلة تافهة. مشكلتهم أنهم رايحين المطعم هو طلب وما قال لها أنت ايش تبغين، صارت المشكلة مثلا تحولت إلى مشكلة، خلاص إحنا ما نقدر نعيش مع بعض وإحنا لازم نتطلق وإحنا كذا، ويبدأون طبعا لأنه في معركة تصير، كل طرف لازم يبحث لي عن مبررات. أنا أعرف من زمان أنا صابر عليك وعلى قضيتك، يعني أنت بخيل، وهو يقول لي أنا من زمان صابر عليك، يعني أصلاً أنت شنو اللي فيش اللي خليني يجذبني إليش، بس أنا قلت يلا بتحلال ويلا خلنا نمشيها، بس ما أدري شنو اللي خلاني أصبر عليك، تبقى المشكلة هكذا. ولذلك يقترحون دائماً أن بين الزوجين أشبه بالميثاق، ميثاق الشرف عندهم، أن أي مشكلة تحدث يجب أن لا يتجاوز عمر المشكلة 24 ساعة، إذا يصير أقل طبعا أفضل، سنحط حد أقصى مكتوب ورقة شنو بيها، هم بس يخلون كرمز 24 ساعة في داخل غرفة النوم. طبعا الجهال ما يدرون شنو السالفة، بس الأبو والأم يعرفونها 24 ساعة يعني شنو، يعني إذا عندنا مشكلة ما يجوز لها تبقى 24 ساعة، نجي نقعد ونتحاور ونحل المشكلة في ما بيننا. الأمر الآخر واللي أشرت إليه عدم الرجوع إلى المختص، يعني اليوم أمور فيها اختصاص، مو كل واحد يجي يحل مشاكل الناس، يجي يعقدها مشكلتنا احنا الأول زمان الأول الوجيه هو حلال المشاكل، وحل المشكلة يكون بهذه الطريقة، يقولون فلانة حردانة لأنهم عندهم ما يغلط إلا هو الرجال، المرأة هي اللي تغلط، حردانة يعني شالت قشة وراحت بيت أبوها بيت أهلها، يجي هذا طبعا الأبو يقول لها شكل ما عندنا بنية تروح بيت أبوها، احنا أعطيناك لحم رجعنا عظم أن المرأة أعطيناك عرصناك إياها، آخر يوم وجهها المقبرة ما ترجع بيت أبوها، حتى لو مظلومة حتى لو دايس راسها ما عندهم مشكلة، يجي هذا الوجيه يروح بيت أبوها، فلانة عيب شنو هالحكي هذا، ما عندنا نحن بنية بيت أبوها، خلاص يرجع راح نكلمه ويلا الأمور ترجع لمكانها، يلا لبسي دفش وروح بيت زوج، فعلا تروح مسكينة ويعتبر حل القضية، طبعا مو حل القضية، هذه معالجة سطحية أو محاولة ترميم موقف،
بس جذر المشكلة اللي داخل ما انحل. اليوم حلول مثل هالقضايا لها مختصينها يراجعونهم، اللي يعتمدون المختص عنده اختصاص. ثلاثة شروط بي: اختصاص في هذا المجال، خبرة، وقدرة على التأثير. شوف هذا اللي يختارونه السيد أو الشيخ أو غيره، لأنه عنده قدرة على التأثير، بس هل عنده اختصاص وعنده خبرة في هذا المجال؟ مو بالضرورة، يعني مو بالضرورة بالفصيح قاعد أقول، يعني إذا كان شيخ في المنطقة، عالم دين أو سيد أو كذا، أكثر ما يفيد أن هذا عالم الدين يقدر يأثر شخصيته ومكانته، محترم ومقبول يأثر، بس ما عنده اختصاص قد يعقد المشكلة، قد يورطهم، ما عنده خبرة. هاي ثلاثة أمور لابد منها، لابد من حس إذا حصل المشكلة حتى لو بسيطة مو عيب أراجع فيها المختص، سواء على مستوى الاستشارة أو على مستوى العلاج. أذكر هنا بعض الأمور اللي هي أساسيات البيت السعيد في الحياة الزوجية. الأساس الأول ومحور الأساس، طبعاً احنا فارغين من مسألة كل ما تكون الدين، المعتقد المشترك والأعراف المشتركة، هي بلا أشكال تجعل نوع من التماسك في داخل الأسرة. الأساس اللي أشارت إليه الآية اللي صدرت بها الحديث واللي تكلمت عنها الروايات، هو مسألة الحب، أو تعبر عن القرآن بالمودة. هذا شيء أصلي وأساس. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لو قال الرجل لزوجته إني أحبك لم يخرج من قلبها أبدا. تعبير جدا رائع ولطيف. والنبي قال لو قال الرجل، ما قال لو قالت المرأة أو لو قال الزوج والزوجة، لا، قال بس للرجال. أولا أن ذلين المجتمع اللي خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله ذاك الوقت، العقلية الشرقية ذكورية، يعني عندهم الرجال وبس، والمرأة ما لها قيمة. ثانيا الطبيعة المعروفة، وهذا راح أشير إلى الآن حتى أختصر الوقت بداخل نقطتين في نقطة. الطبيعة المرأة أنها المسكينة ليل نهار تقول لي حبيبي عمري حياتي، كل الكلمات تقول لي، مو هالشي كلمة زوجين، وإذا بغيت تطلع تتعلق بيك تقول لك تحبني لو ما تحبني، وش يقول لها؟ يقول ألف مرة قال ليش أحبش أحبش، بس خلاص تقول له بس قول. يقول له لو ما أحبش ما اشتريت ليش سيارة، لو ما أحبش ما أخذت البيت، لو ما أحبش ما سافرنا العراق، لو 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 هكذا. هذا الأمر، كون المرأة دائما تعبر عن مشاعرها، والرجل في الغالب حتى من ناحية فسيولوجية في فصي المخ اليمين واليسار، يقولون الرجال يستخدم اليسار فيه التحليل والعقل، وديك تأخذ اليمين المسألة العاطفية والمشاعر والانفعالات. المرأة تعبر بلا حدود عن مشاعرها، الرجل ما يعبر. النبي قال هكذا: لو قال الرجل لزوجته إني أحبك. إحنا الأول عندنا عيب، واللي يقولها نشوف إحنا في التلفزيون مسلسلات المصرية I love you، تقول له شيء القوة، شيء عظيم، هذا فسق وفجور. لا، وهذا المسألة مربوطة بالتنشئة الأسرية. التفتوا لي، واجب مثل هم بطرافة وهم بغاية. تنشئة الأسرية مسألة جدا مهمة، يعني اليوم لازم تبدأ حياتنا من أول الطريق يقول لها أنا أحبش، مو ينتظر لأن بعد 20 سنة يقول لها أنا أحبش، ومو يقول لها بس أيام الخطوبة، دائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله مو بس يقول لو قال الرجل لزوجته أني أحبك بس أول يوم، أخذها أحبش ترى خلاص قفلنا الملف مال الحب، لا، يمشي وياه مستمر.
في إحدى الدورات كنت مقدمها في أحد المناطق، كانت على 3 ليالي. في الليلة الثانية وزعوا الجماعة جاتو كيك، قلت ليوم الجماعة لحد يأكل. ليش؟ لا، اليوم كل واحد يرجع البيت يسوي تمرين، ياخذ يوصل البيت ياخذ الجاتو يحطه بصحن، يروح يعني المطبخ ياخذ صحن سكينة وشوكة، وينادي على زوجته الليلة باسمها، مو أم فلان، فوزية، بدرية، خاتون، فاطمة، زينب، حسب اسمها، يناديها باسمها. وبعد إذا يقدر يخلي الأنوار خافتة، وإذا عنده كم شمعة يشعلها، ها، ويقعد ويا المراية ويا المرية ويقطع عليها الكيكة ويخلي بحلقها. الرواية صدقة، إذا الزوج يلقم زوجته يخلي الأكل بحلقها صدقة، يعني كنا متصدق على فقير، يعني بيها أجر وثواب كبير. قلت لهم روحوا سووا هاي الشغل. راحوا يوم ثاني. أول ما ابتديت في حديثي كان رجل في 70 من عمره تقريبا، بعد تو ابتدي هو قام، قال لي شيخنا بتعبيرنا البحر، وش سويت فيه شيخنا؟ قلت لي خير، شو سويت فيك؟ قال ذبحتني، أذيتني. أنا ذبحتك، ايش سويت؟ قال هاي القاتول اللي أخذت البارح، رحت البيت ودخلت، هو رجال شايب يعني ما عنده أحد في البيت اللي هو هالعجيزة، يقول رحت المطبخ وخذت طلعت سكينة وشوكة وخذت صحن وكذا، كانت المرية نايمة في غرفة النوم، ناديتها وباسمها، يقول طلعت اتكأت على الجدار نايمة في سكرة النوم، اتكأت على الجدار وطالعتني عيونها بعد ما انفتحها، قالت لي ما تستحي على وجهك، انت رجولك على باب قبرك بتموت، وقاعد تصارخ وقاعد تعالوا حبيبتي وعمري، وين هذا؟ يقول ايش سويت بي؟ قلت له الحجي قول الحمد لله. قال ليش؟ قلت له الحمد لله ما طاحت وماتت المرأة، 60 سنة أو 50 سنة ما سامعة منك هالكلمة، في آخر عمرها سامعة الكلمة، تتخرع قطعا، تتخرع تزهقها أنت. هاي الكلمات تماشينا تسايرنا في حياة النبي صلى الله عليه وآله، لما يقول هذا الكلام غرضه أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة دائمة مستمرة، في بيان هي كلمة أحبك، مو هذا الحب طبعا، الحب داخل القلب، أشياء معنوية، إنما نظهر الحب بالكلام، بالقبلة، باللمسة، بالهمسة، إحنا نظهر مشاعرنا. ولذلك أنا بدخل نقطة في 1000 نقطة، أن الزوج متى يقول أحبك؟ إذا أطفئت الأنوار وغلقت الأبواب وقالت، ها، ديك الحين يقول لها أنا أحبش. ها، هذا الحب مبني على طلب مصلحي على حد تعبيرنا، يعني أنا أريد شيء من يفرغ من ما يريد، رمى بجسمه على الفراش وعطاها ظهره ونام، هذا غلط. ولذلك يقولون في الدراسات أن المرحلة الأخيرة في العلاقة الحميمة، المرحلة الرابعة على بعضهم، مرحلة ثالثة، مرحلة خامسة على حسب التقسيم، المرحلة الأخيرة في العلاقة الحميمة هي أعظم ولا تقل شأنا من المرحلة الأولى في العلاقة الحميمة، يعني بعد ما يفرغ من علاقة الحميمة، إما يوسد زوجة ذراعة أو يتوسد ذراعها ويبدأ يعبر عن مشاعره، هني الصدق المشاعر، لأن المرة بعدها يقول لها حبيبتي الآن ما قاعد ينتظر شيء، ما عنده مصلحة، إنما يريد يعبر عن شعوره عاطفة تجاهها، ما عنده أي شيء لأنه لا يطلب منها شيء، هذا أهم الأحكام. واضح يا أساتذة؟ إذن النقطة الأولى الحب، الحب شيء مهم، محور أساس، بل هو الإكسير الأعظم في حل كثير من المشاكل. لما جينا مشكلة بين زوج وزوجة، السؤال الأول نسألهم تحبون بعض؟
إذا قال الزوج أحب زوجتي، الزوجة تقول أحب زوجي، يعني المشكلة نصف الحل حصلنا عليه. لأن مقتضى الحب في تضحيات، في إيثار، الزوجة تضحي، الزوجة تضحي، كل واحد يعطي من أمر للثاني. الأمر الآخر اللي أريد أقوله وهي مسألة مهمة، الفهم المتبادل. مثل الآن واحد عنده ولد مراهق يريد ولده يصير مثله، اقرأ مرحلته، اتعرف على عمره، قول هذا ولدي في عمر المراهقة، المراهقة لها آثارها، لها خصوصياتها، شلون يتعامل الأب مع ابنه المراهق. عندنا زوج وزوجة، طبيعة يسمونها ذكر وطبيعة اسمها أنثى، وكلا صحيح يتفقون في حقيقة واحدة وهي الإنسانية، بس كل واحد له طبيعته، وراح أذكر للتفريق بينهم. شوف مسألة الحب، لازم إحنا نتعلم، يعني لا يمل الرجل من زوجته من كثرة تعبيرات عن مشاعرها وعواطفها إليه، ولا يتملل لما تقول له تحبني لو ما تحبني، كل يوم بتقول لك تحبني لو ما تحبني. كل يوم بتقول لك لا تحبني لو ما تحبني. انت افهم طبيعتها. يقولون الرجل يعبر عن حبه بالإنجاز، والمرأة تعبر عن حبها بالكلمات. تحبني لو ما تحبني، احبش لو ما احبش ما اشتريت لي السيارة، هذا إنجاز. لو ما احبش ما بنيت البيت، هذا إنجاز. لو ما احبش ما سافرنا. إذا المرأة استطاعت أن تفهم الرجل، تقول هذه تعبيرات يعني حب ومشاعر، خلاص تستريح نفسيا. إذا الرجل أدرك أن المرأة من طبعها كثرة التعبيرات، مسألة جدا عادية، ولذلك ما تحصل بينهم مشكلة. لما ما يعرفوا بعض، الزوج ما يعبر عن مشاعره بالطريقة اللي تريدها المرأة، المرأة ما تتوقف عن طلباتها عن المشاعر والأحاسيس، فيجعل الرجل تكون عنده موقف سلبي تجاه المرأة. فهم الطرفين، كل واحد فهم للثاني، يحل كثير من المشاكل. أكو كتاب مليوني معروف لابد سامعين به وقارينه، المرأة من الزهرة والرجل من المريخ. هذا كتاب قديم مليوني منتشر في العالم، في كتاب بتفاصيله وفي ملخص هذا الكتاب. هذا كله يتكلم عن شلون الزوج يفهم الزوجة، شلون الزوجة تفهم الزوج. راح أذكر مثال حتى لا يطول بنا المقام. لو أردنا أن ناخذ نتفهم شلون طريقة التفكير عند المرأة وطريقة التفكير عند الرجل، خذنا زوج وزوجة ورحنا افترضوا مستشفى جد حفص للولادة، عندهم واحدة من أهلهم والد، دخلنا الرجال، افترض أخت الزوج، دخلنا الرجال يشوف، دخل شاف أخته وعندها طفلها وكل شيء، يطلع يسألونها شنو أخبار، ما شاء الله وردة حلية والله يخلي لأمه وأبوه الحمد لله على سلامتهم وكذا. دخلنا المرأة عقبها طلعت شافت الطفل وطلعت شنو الأخبار، يجنن صبعته الكبيرة اللي في رجوله تشبه جدة، خشمة شوية مايل على برد، أذونه عند نقطة في أذونه تشبه خالته، السر ماله شوية كذا. شنو يكشف لنا؟ أن المرأة طبيعتها تحب التفصيل، بينما الرجل يحب ماذا؟ الإيجاز. تقول لي شنو هالحكي هذا؟ شنو يبغون بي؟ أنا أذكر لكم شاهد من ضمن المشاكل اللي جتني، يعني افترض زوج وزوجة، الزوجة عندها أخت عندها مشكلة ويا زوجها، والزوج عنده أخت مشكلة ويا زوجها ويا زوجها. طبعا لما يقعدون زوجين يسألون عن الأهل عن بعض،
فتسأله شو أخبار أختك ويا زوجها؟ والله زينين إن شاء الله، يعني بينهم خلاف شوية، يوم تزعل يوم يتراضون. الزوج يسأل زوجته شنو أخبار أختش ويا زوجها؟ أمس بغى يضربها، طلعوا على الباب، حتى كان هندي كان يأكل سندويشة، بعدين راحوا المحكمة تأخروا ومروا على فلانة. تعطي شنو؟ تعطي التفاصيل، هذه التفاصيل اللي تعطيها الزوجة والاختصار اللي يعطي الزوج. شي أثر في أثر سلبي لعدم الفهم. تقول الزوجة أنا عن أهلي أتكلم لك كل شيء، لكن أنت أهلك المقدسين اللي ما ترضى عليهم، اللي ما أدري شنه، ما تبغى تتكلم عن أهلك شيء، بس أنا كل شيء أقول. هو في الطرف المقابل يقول له أنا ما أبغي تتكلم عن أهلك شيء، يقول لي يعني أنت ما تبغى تسمعني، متملل مني، أنا ما تحبني، أنا كذا، وتبقى المشكلة. وفعلا صارت مشاكل من هذا القبيل. لما الزوج يفهم الزوجة، الزوجة أيضا تفهم الزوج، كل واحد يفهم الآخر، تنحل كثير من المشاكل، ما يبقى عندنا مشكلة. لما تتكلم زوجتي بهذا النحو أقول هاي طبيعتها مرأة، لما أنا أتكلم بهذا النحو هي تقول هذا طبيعتها رجل. فالفهم يختصر المسافات ويذوب المشاكل، وتصير الصورة جدا واضحة بين الطرفين. عندنا بعد مثال آخر. شو ممكن تقلب الورقة؟ شو ممكن تقول لي ينتهي؟ هواصل له هيا صلوا على محمد وآل محمد. عندنا مسألة الأسلوب بين الزوجين، في الغالب استخدام الألفاظ والكلمات يتصورها صاحب الكلمة جدا عادية، المتلقي تتحول عنده إلى سهم مسموم. شلون؟ أنا بذكر مثال، وهذا مثال عام عند الناس. افترض الزوج قاعد ويا زوجته عياله بالبيت كذا، الساعة 10 تحرك بيطلع من البيت، المرأة عيونها على الزوج، في الغالب ترضى زوجاتكم تطلع الساعة 10 ولا لا؟ قول الصدق، أو يقول ما يطلع. من يطلع الزوج بيطلع، أما تسوي حركات، طبعا هي ما قالت شيء، مدت المرأة برطومها كأنها زولية حمراء على الأرض أو دلاغ جاهل، طالعت الساعة خلاص وصلت الرصاصة القاتلة، أو تقول إلى الحين وقت طلعة، أصدقائك أحسن منا، قعدتك وياها لك أحسن منا، ومن هالكلام هذا. هذا كلام لما تقول للمرأة أنت إيش قلتين؟ تقولها ما قلتش أصلاً، أنا ولا جبت خبر، سكت عنه. عيونها بالساعة في حد ذاتها سهم مسموم، برطومها المدلي هذا قاتل، رصاصة قاتلة، كلماتها سهام مسموم. تعال للزوج في الطرف الآخر بيطلع له شنو؟ أنا عندي مرة تحكمني، مسؤولة عني، يعجبش ما يعجبش. يروح هذا الآن وين رايح؟ رايح في الديوانية ويا الشلة قاعد، خد له 5 دقائق 10 دقائق، العيون كلها تتربصه، يخاف يقوم بسرعة. شو يقول له ربعة أو حكومة داخلية سكان مرته؟ يتورط الرجال، فهو بين نارين، يبقى شوية لا أنا مو هالشكل، حريتي بيدي، أنا كذا، وهو قاعد مكانه، بس فعلا من داخل محموم. تتصل المرأة تحرجها أكثر،
يطالع التليفون يسوي هالشكل على جنب حتى لا يشوفونه يطفيه مرة ثنتين ثلاث أربع يطفي التليفون بوجهه. هناك تشتغل عنده النار تحرق في البيت وتتوثب وتنتظر متى يجي تقلب عليه الدنيا. هذا الآن بين نارين، بين أن يخسر أسرته وبين شلون يوافق كلام أصدقائه. يرجع البيت الدنيا كلها شبيهة مقلوبة، تتحول لأزمة، وتبقى ديك الحين الجزئيات اللي ما لها قيمة تصير أشياء كبيرة في الحياة الزوجية ولازم نطلق. بينما هي كلام مختصر جميل يقوله واحد للثاني، وطالع الرجال لا تقول له لا تطلع، تقول للمرأة عمري حبيبي أنا ما أقدر أنام بدونك، لا تتأخر علي. الذوب راغي لو ما ذوبه يذوب يقول اي والله انا بعد الحين بعد عمري حياتي بروح بس ربع ساعه وراجع، ليش ياخذ نص ساعه مو مشكله. بس هالكلام من طبيعته يذوب الجليد، ما يخلي هناك ارضيه لمشكله. احنا ما عندنا نقل عنا فضاضه في التعامل، ابقى انا محكوم لهوس الاصدقاء واخرب بيتي على حساب. لا ابدا، كونوا اقوياء اشداء قدام اصدقائكم. اقول نعم انا حكومه لزوجتي شبيها، بس ارجع احفظ زوجتي واسرتي واولادي، ومو مشكله انتم قلتون انا سكان وزوجتي حكومه وزاره الداخليه، ماكو اي مشكله. المهم اعيش حياتي بسعاده وهناء، وليش اخلق لي مشاكل؟ وليش اعذب نفسي؟ وليش باكر المره تاخذ قرارها وانا اخذ قراري الخاطئ؟ هذه مساله مهمه نلتفت اليها. الامر الاخر الحوار الدائم. الحوار شيء مطلوب، ومو بالضرورة يعني احنا منام ديالوج ما ادري شنو، لا لا، حوار 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 عفوي، يعني حوار عفوي. يعني انت لما تقعد اعطي مجال انت وزوجتك تسولف وياها، تتحدث وياها، استمع لها. النبي صلى الله عليه واله، احنا هالايام في ذكرى ولادة الرسول الاعظم صلى الله عليه واله، علمنا فن عجيب غريب، فن الإصغاء للآخر. يعني خلي عندك قدرة، هذا اللي علمنا الرسول، علمنا شلون فنون المشاركة، فنون العيش والتعايش، فنون الحرب والسلام، فنون الاختلاف والحوار. والنبي صلى الله عليه وآله ما يحتاج تقرأ كتب فلان وفلتان مكتبة جرير، تبيع روح أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة المعصومين صلوات الله وسلامه. النبي من شدة إصغائه للغير، اليهود قالوا له هذا أذن، أذن يعني يعيرونه، يعني هذا كله مبطل أذن يسمع الآخرين، هذا فن. ولذلك عبر عن القرآن أذنه خير، أذنه خير. اتعلم فن الإصغاء. احنا ما عندنا قدرة نتحمل نسمع زوجاتنا، والزوجة بعد ما عندها قدرة تتحمل تسمع زوجها. لما نعود نفسنا كل واحد يسمع الثاني، طبيعي هذا الأمر إلى تأثيراته، خصوصا لما تكون عندنا مشاكل، مشاكل جزئية اللي من القسم الأول اللي ذكرناها في أول الكلام. إذا واحد عنده مشكلة زوجته يقعدون، إذا بعد عنده قدرة يروح وياها مطعم ويأكل وياها، يخلي إيده بيدها، لأن بمجرد لامس بدنها تنخفض درجة حرارة التوتر والغضب عند الزوجين، ويتكلموا بهدوء وتعلم اصغي. لأن بعض الأوقات بعض المشاكل عندي في الواقع هذه الأشياء السبب هو الاستعجال في الحكم وما سمعت تتمة الكلام. هي المرة قالت نص حكي، قال لها خلاص تطالق. هو قال نص حكي، قالت ما أقدر أعيش وياك، هذا جحيم البيت. اسمعوا بعض، خلي كمل. لأن بعض الأوقات حتى الخطأ يستبطن شيء من الصح. مشكلتنا إحنا شرقيين، بعض الأوقات نعبر عن حبنا بطريقة خطأ، وإذا عبرنا بطريقة خطأ الطرف المقابل راح يقابلنا بطريقة خطأ. تقول لي شلون الواحد يعبر عن حبه بطريقة خطأ؟ أذكر لكم مثال. صور أم بيدها طفلها جودة النوتر تعبر شعرها،
فلت من إذا جاهل وراح بالطريق، إجت سيارة، سيارة قريبة منه ما دعمته، على قولته ضربت بريك جنبه، فالحمد لله على سلامته ما صاب شيء. الأم بتروح لولدها تأخذ إيش تسوي؟ ضربة جم على قولتنا ماشيكين، كيف جم شكل؟ تقول إيش بيها هاي الأم؟ مو صاحية مخبلة؟ هذا ولدها والحمد لله الله رجعه إليه سالم. هذا تعبير عن الحب والمشاعر لكن بالطريقة الخطأ. إحنا بعد بعض الأوقات نعبر عن مشاعرنا وحبنا بطريقة خطأ، حتى ويا أولادنا، أولادنا بعض الأوقات زيادة الحرص، تفريط في الحرص، خوفنا على أولادنا وحب لهم، بس غلط اللي قاعد تسويه، أنت تسوي غلط، بس هذا حب، شو تسوي؟ زوجة تحب زوجها كثيرا يفرط بها الحب ويخرجها من دائرة الحب إلى دائرة الغيرة المفرطة، بحيث أنه يسلم على خواته. جتني أكثر من قضية، سلم على خواته تغار أخته، بس سلم عليها من بعيد، لا تبوس أختك، لا تمد يدك لأختك، شلون أنت قاعد يا أختك وتضحك وتمزح وياها؟ شو أسوي أختي بعد؟ شو أسوي لها؟ أطردها يعني؟ أختي بس فرط بها الحب، وتعبير عن مشاعر بس خطأ. الزوج كذلك في الطرف المقابل، عادة الحوارات تخفف هذا النوع من هذا الأمر. الأمر الآخر بسرعة، الإحساس بالزوجية تحت السقف الواحد. يصير تزاوج خصوصا الآن في وقتنا أن الزوجين يختلفون في التخصص المهني الخارجي. الزوج دكتور مثلا، دكتورة افترض في الفيزياء الذرية، زين دكتوراه في الفيزياء النووية، زوجته أستاذة رياضة، زين صحيح يشتغلون برا بس هذا تخصصهم ما لهم شغل بالبيت. البيت دائما سقف البيت لزوجين يعيشان تحت سقف واحد، ما حد له دخل بالثاني، لا يكون تأثير المهنة، أنا دكتور زوجتي مدرسة، أنا مخلص جامعة مخلص، أو بالعكس الزوجة عندها شهادة ماجستير وهو ما خلص البكالوريوس، هذا ما لربت في حياتكم أصلا، ما لربت، هذا دراسة نعم يفيد في منهجية التفكير بس، بس ما يفيدنا في حياتنا الزوجية كثير. هذا اللي قاعد قدامكم، هذا شاكر متزوج، صار لي أكثر من 32 سنة متزوج، بس زوجتي في المشرق وأنا في المغرب، ما لي ربط حياتي، بس احنا تحت سقف واحد، احنا زوجين ناكل ونشرب ونمزح ونلعب وعندنا أطفالنا وعندنا حياتنا، أنا رجال طالب علم خلص من الحوزة، أدرس في الحوزة، أحاضر في الأمور الدينية، بعد شكلي هالشكل، بعد ما عندي شغلة غير هاي الشغلة، بس بخاف واحد أسأل شنو زوجتي شو يقولون شغلها، وزوجتك انت كلش كلش من بالغ مدرسة، ماشي قيل مدرسة، مدرسة مقبولة لمقبولة زوج الشيخ، أو تعلم قرآن على أقل التقاضي، أو تدرس في الحوزة، أبدا لا هذا ولا هذا. إذا خمنت ووصلت بعدين قول لي مهنة غير متوقعة، بس أنا مالي شغل بمهنتها وهي همات مالها شغل بمهنتي، تحكمنا حياة زوجية. هذه مسألة جدا مهمة، لا تدخلوا تخصصاتكم، أعمالكم، دراساتكم، شهاداتكم في حياتكم الزوجية. حياتكم الزوجية علاقة بين زوجين، تعبير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يعبر عن النكاح يقول تعانق الأرواح قبل تعانق الأبدان، روحك وروحها يتعانقون يتحدون قبل ما أبدانكم تتلاصق مع بعض، ما لي شغل المهنة وهي الأشياء ما لها شغل، بخلص خد ساعة بعد. الأمر الأخير وليس بأخير، نعطي أشياء أخرى في الأسئلة نشوف، منشطات الحياة الزوجية، حياة الزوجية مثل أي شيء في حياتنا يحتاج إلى منشطات، تتعب تستخدم آلة معينة، شيء حديد
يتعب، كل شيء يحتاج إلى منشط. لما تخلي الحياة من غير منشط تصير رتيبة، تبعث على الكسل والملل، وبالتالي تفقد قيمتها شيء فشيء. شنو المنشطات؟ المنشطات المهمة، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا احنا أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمناسباتهم، هاي الذكريات ولادات المعصومين. حتى مر علينا ولادة النبي صلى الله عليه وآله، ولادة الإمام الصادق، ليلة الميلاد، حامل لي قطعة كيك صغيرة، شوية حلاوة، ورايح البيت وقاعد ويا العائلة وأكلها وكذا، ينشط الحياة الزوجية. باقة مو باقة ورد، غصن ورد، وردة واحدة حمراء بيضة صفراء، شيلها وأرميها على وسادة الزوجة، تجي شوف الوردة تنفتح الأسارير كلها عندها. مو لازم تدفع فلوس كثير، بالأشياء البسيطة نشط حياتك الزوجية. ذكرى الزواج، هي ذكرى زواجنا احنا بعد، مو كلش يعني متحجرين بدعة وما بدعة، لا ذكرى ما بيها شيء، تذكر الله فيها زين، وتواصل بين زوجين عبادة. ذكرى زواجنا أستاذة اليوم الفلاني ذكرى زواجنا، لا تنسين. هي مسكينة بعد تبرز المائدة، تلبس لها أفضل الملابس، تعطيها هدية، وتقعد ويا الأولاد، تنشيط للحياة الزوجية، إعادة للحياة الزوجية من جديد. وهكذا دواليك استغلال وتوظيف كل المناسبات من أجل شد الوشائج وتمتين الروابط في الحياة الزوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحسنتم صراحة الشيخ وبارك الله فيكم. وننوه للإخوة أن لديه سؤال مكتوب أو يمكن حب مداخلة تكون مختصرة جدا جدا، لأن الوقت أدركنا، وإن شاء الله بعد تكون إجابات الشيخ مختصرة مركزة جداً جداً. مركزة يعني مختصرة. وهناك أفكار كثيرة أيضا، لكن احتراما للوقت بس نطرح بعض الأسئلة التي وردت بالنص. أنا متزوج من بعض، صاحب السؤال من بضع سنوات، بعض الأحيان أتخيل في بالي أني استعجلت بالزواج، ومن أوقع في مشكلة أكرر هذه العبارة، ما الحل لذلك؟ يعني أنه توهق يعني. شيخنا عند طلب أيضا ذكرتم أن عندكم مكتب، ممكن تشرح لنا في وين العنوان يعني، بالإضافة إلى أنه يذكر أن زوجته ترفض الذهاب إلى أخصائي زواج، ما الحل؟ بالنسبة للمشكلة اللي هو ذكرها، يعني هو فعلا بعض الأحيان لما يفقد الإنسان قدرته على تخطي المشكلة أو معالجتها يكون عاجز، فالحل هو طريقة الهروب، أنه ليش تمشكلت بالزواج؟ لو ما تزوجت أحسن، بالعكس انت تزوجت او ما تزوجت المشاكل قدامك، انت فكر بطريقتك شلون تحل مشاكل، اقعد بسط المشاكل لا تضخمها، وحاول بطريقه اخرى لعلاج المشكله. ما قدرت ارجع لاخصائي. ذكرت المكان طبعا في قريه كرزكان، في جمعيه كرزكان الخيريه، مكتب خاص هناك لقضايا الاسريه. رفض زوجتي للذهاب الى، يعني هو في ابتداء الامر انه هو يجي، يمكن المشكلة عنده في خلل في طريقة الحل، وإذا اقتضى الأمر زوجته بأسلوب آخر، ممكن الواحد يا اليوم عن الطريق الواتساب الواحد يتكلم، إذا ما تقدر تجي أو ما تبغي تواجه هذا الأمر أكو طرق يعني للحل. وهذا كنت مأخرنا السؤال، بس بالنسبة إلى إشارتكم التقنية الحديثة حاليا لا ترى أنها تؤثر على التواصل المباشر والحوار؟ أحيانا لاحظوا حتى في مطعم مثلاً
طالعين, طالعين طلعة خاصة, وكل واحد من جبل التليفون أو في السيارة أو على العشاء أو شابه. شلون التعامل مع هذه المشكلة؟ طبيعي هذه مشكلة, مشكلة العصر صارت يعني مو بس عند الزوجين. وأتذكر مرة من المرات جابوا لي فيديو فتحت دعاء كمل يقرون الحضور في حدود 10-15 نفر كلهم يطالعون في الواتساب يشتغلون, يعني بس ذاك قارئ الدعاء كمل بوحده. فهي مشكلة عامة, هذه ممكن أن تحدها بنوع من التقنين الغير حدي إذا صح التعبير. مثلا في غرفة النوم ما نستخدم الواتساب والتليفون, خلاص دخلنا غرفة النوم كل واحد يطرح تليفونه, تبقى بس حياة زوجين. مثلا رايحين مطعم, احنا رايحين مطعم حتى نقضي وقت كزوجين, تقفل التليفونات ما حد له بعد اي اتصال باحد. يعني ممكن تقنينها, لكن ما ممكن غلق الامر بصورة مطلقة, وانما يعني ممكن تقنينه نحو المرونة. في مسألة تتعلق بالظاهر كثرة الأسئلة, أنا عندي أشياء لازم أطرح. في مسألة تتعلق بالتعبير عن العاطفة بشكل جريء وعلني أمام الناس, نطرحها من ناحية شرعية ومن ناحية اجتماعية. يعني هل يعني ترى بأسا خصوصا هذه العقدة في بعض الناس يعني من أن يكون الشاب المؤمن الملتزم مع زوجتي يمشي في الشارع ماسك إيدها أو أنهم يعيشون في مطعم ما في مكان مخصص للعوائل مفتوح قاعدين يأكلون, أو أنه يعبر عن أمام أصدقائه أو أمام رجال عن زوجته بألفاظ فيها نوع من الاحترام والحب وما شابه عمري وحياتي وما شابه؟ هل هذه يعني لها؟ أولا بالنسبة للتعبير ما بأي إشكال شرعي, يقول زوجتي حبيبتي, اقرأ في تاريخ المسلمين من النبي صلى الله عليه وآله أنت النبي في حبه لخديجة رضوان الله تعالى عليها, يعني أظنه معبر استنفذ يعني كل ما في وسعه من تعبير لحبها مارس على مستوى اللفظ على مستوى الفعل, وهذا ليس من العيب في شيء. يعني أمير المؤمنين مع الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها, هذه السيرة بأنه لكن لا يفحش في الكلام, يعني التعبير حبيبتي عمري وحياتي, حتى في داخل التليفونات مثلا تليفون زوجتي استخدموا أنه لا بدلا ما تسميها زوجتي خديجة مثلا أكتب لا هذه عمري مثلا حبي مثلا لافلي مثلا, هذه التعبيرات المعروفة عندكم. هذا الاستخدام ما بي شيء, ما بي أي إشكال, بس الإفراط فيه لعله يكون شيء ممجوج, أما من ناحية شرعية ما بي إشكال. في قضية الأكل في مطعم أو غيره, يعني هو إذا أكل الزوج مع الزوجة حتى لو في مكان مفتوح مع حفظ الحدود الشرعية من الحجاب وعدم التجاوز في صوت وقهقهة وتغنج وغيره, ما بي أي إشكال شرعي. يعني هذا مثل في أي مكان تأكل الزوجة مع زوجتها. بقي أنه أكو أشياء عرفية, يعني مراعاة العرف لا بد. يعني أنت الآن ويا زوجتك مو تروح, ممكن أن تمسك إيد زوجتك تمشي في مثلا أقرب لكم مجمع كونتري مول مثلا مقبولة, بس تمشي في المرخب وأنت مجوز زوجتك شوية الدنيا فيها غيم. يعني مراعاة العرف أمر مطلوب, عبر عن مشاعرك بكل ما تستطيع في حدود معينة في الضوابط الشرعية والضوابط العرفية. شخص متزوج أخذ له 10 سنوات تقريبا, عنده مشكلة أن زوجته تخلق له أي مشكلة بعدما عرفت أنه متزوج زواجا منقطعا. نعم, هذه مشكلة أيضا عامة صارت والحمد لله. الزوجة تكتشف زوجها ماخذ له متعة, زواج منقطع, تنقلب الدنيا عندها, وبالتالي خلاص لا تثق في الزوج. وأكو مسألة مهمة لا بد منها, صحيح أن الزوج لما تزوج متعة ما ارتكب محرم, أكو شيء خطأ في تفكير النساء ويجب أن ننبه عليه بقوة. ترفع السماعات تتصل بك مثلا, تصل بي أنا شاكر ألو سلام أنا عندي مشكلة يا زوجي. شنو المشكلة؟ زوجي خوني. عيب هذا الكلام, ما يجوز.
شنو يخون شوية واحدة حرام؟ لا، ما أخذ متعة. الخيانة الذي يخون الله ورسوله، هذا ما خان، هذا طبق شرع الله. نعم، في مسألة يجب أن تفتنها. الزوج يمكن في ممارسة لهذا الأمر، الأسلوب، الطريقة، تأثير على الزوجة، ما راعى كل هذه الأمور، ضرب بعرض الجدار. الزوجة من حقها كزوجة أنه ترفض أن يتزوج عليها زوجة، مو الزوج عليها متعة. ثانية، إذا الزوج بيتزوج ثانية، من حق الزوجة، من حقها بهذا المعنى، يعني هذا أمر طبيعي في دواخل المرأة أن تقول ما أرضت الزوج علي، لكن ليس من حقها أن تمنع الزوج أن يتزوج. زوجتي بتزوج زوجة ثانية، أنا ما أرضت تتزوج علي، وإذا تتزوج علي أقلب الدنيا. الزوج إذا بيتزوج المرأة تمنعها؟ لا، ما لها حق تمنعها. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة. تعبير بالخيانة خطأ. الزوج، الزوجة، الزوج ما له حق يمنع المرأة أن تعبر عن ما في داخلها، عن مشاعرها، تقول ما أرضت تتزوج علي، والزوجة ما له حق تمنع الزوج من أن يتزوج ثانية أو منقطع. الزوج عليه أن يراعي مشاعر زوجته. هذه مجموعة مشاعر أو عواطف، يعني هي مو مسألة عادية، أن حتى المزح مو الزواج بالثانية ومنقطع. يا أزواج، لحد يمزح ويا زوجته يقول لها بتزوج على الثانية. صحيح ممكن تكون مزحة في أول الأمر، لكن تضمرها المرأة وتبقى عندها. إذا اكتشفت منك أي خلل تقول أنا من ذاك اليوم أعرف أن أنت تبغى تتزوج علي، من ذاك اليوم أنت تخون تعبيرهم. ولذلك على الزوج عندنا مسألة مهمة، بس أنا طولت في هاي الجواب، مسألة الثقة. الزوجين دائما يعيشون على أساس الثقة. الزوج لابد أن يثق ثقة مطلقة في زوجته، والزوجة يجب أن تثق ثقة مطلقة في زوجها، ولا ما نقدر نتعايش. لأن أنا أروح العمل، أطلع من الصبح أرجع بعد الظهر، زوجتي في البيت أو زوجتي في العمل، مش مدري أنا شو أسوي، لكنني أثق بها ثقة مطلقة، فأنا مأمن. هي بعد ما تدري أنا شو أنا أقول، روح العمل، سأنا أروح عندي شقة ويا مريا قاعد وياها أو شيء، ما تدري عني، لكن لأنها تثق بي ثقة مطلقة فهي تؤمن هذا الأمر. لما تنكسر هاي الثقة كما هو في السؤال، اكتشفت الزوجة أن زوجها فعلا ما أخذ له زواج منقطع، مو خانها، تزوج زواج مشروع حلال مستحب، تزوج منقطع متعة. اكتشفت هذا الأمر، بدأت تختل الثقة، يعني أن زوجي مو يخوني، يعني عنده رغبة في الزواج بالثانية أو منقطع أو كذا، تبقى نفسها قلبها دائما يحس. وأنا عندي نظر في هذا المسألة، أن المرأة عندها حاسة شم إذا زوجها يتزوج ثانية ويتمتع، لو يموت لو تشفس ديلة تعرف أنه هذا يتمتع. زين، فالآن استرجاع الثقة شلون يصير؟ هذا يحتاج إلى مهارات متعددة، يرجعون إلى مختص يعلمهم أمور معينة لاسترجاع الثقة، وإلا إذا تبغى شيء تتحول الحياة إلى جحيم. حسنتم، نأخذ سؤالين بعد أن نرجع إلى السيد حسين عنده في الداخل. يقول أكثر المشاكل التي تؤدي إلى تردي الحياة الزوجية حسب وجهة نظره يعني هي الضعف الجنسي لدى الرجل، ما هي الحلول الجذرية؟ أعتقد تحتاج إلى طبيب. مسألة شقين، طبيعي مو أكثر المشاكل الزوجية هكذا، وإنما اليوم نتيجة بعض البيئات اللي يشتغل فيها الأفراد، نتيجة بعض المشروبات، نتيجة بعض الأمور، انتشر الضعف الجنسي. الضعف الجنسي قد يكون سبب فسيولوجي، وهذا يختص به الأطباء، راجعونا. وتارة يكون الضعف الجنسي نسميه نفس صلاحنا العنن النفسي، يعني أن الزوج يجي يريد يباشر زوجته، عضوه لا ينتشر أو لا يستطيع أن يواصل العملية، هذا عنده عنن نفسي. العنن النفسي راجع فيه المختصين، يعني هذا من ضمن شغلي، أو راجع فيه الطب النفسي حتى يعينونا، ذاك الفسيولوجي راجع فيه الأطباء في المجال الخاص به. أحيانا تكون حتى الأوضاع الاجتماعية ضاغطة، الأوضاع الأمنية غير مستقرة، تؤثر حتى في هذا الجانب، وهذا اللي أنا أسميه العنن النفسي منشأ
الوضع الاقتصادي إذا افترض قاعد يفكر ليلة نهارة ما عنده شيء أكل أولاده، الوضع النفسي إذا هو عنده واحد ميت، الوضع النفسي إذا هو خايف الشغب يطبون على بيته، والوضع النفسي، كل هاي الأشياء يسمونها تدخل في دائرة العنن النفسي. شلون يعالجونه؟ هذا إلى علاجاته الخاصة، بإمكانه يراجعني أنا أو راجع الطب النفسي وأنا حاضرين بخدمته. كيف يمكن للزوج أن يقنع زوجته بقدرته البسيطة في من الناحية المادية وهي متعودة على الصرف والعيش الرغيد في بيت أهلها سابقا؟ هذا الأمر يعتمد على تغيير الثقافة. أولا هو لابد أن يمتلك ثقافة إدارة الاقتصاد الأسري، يعني ممكن حتى عنده فلوس واجب بس ما يعرف يدير، ويمكن عنده فلوس قليل بس يستطيع يديرها. هذا هو الزوج، يكون يمتلك ثقافة إدارة الاقتصاد الأسري ويشتغل على عملية تغيير ثقافة المرأة، وهذا يحتاج إلى صبر وفترة، يعني مو مجابهة جاي من بيت والله يعجب شو بيت أبوش تاكلين هش بس بيتنا هش، لا، بإمكانه بالتدريج يدخل هذا الأمر، بإمكانه محاولة تثقيفها، قراءة قصة قد تؤثر فيها، مشاهدة فيلم قد يؤثر فيها، قراءة الاقتصاد نفسه، بعض الروايات بعض الأوقات بس تقرأ لوحدة رواية عن معصوم ينتهي كل شيء. هذه مسألة ترجع إلى الزوج في فن إدارة هذا الأمر. هذه نقطة ذكرت في المحاضرة بس يعني من أجل صاحب السؤال نذكرها مرة أخرى. كيف أرضي زوجتي في وقت زعلها وأنا لا أريد أن أكسر نفسي، أريد أن أخرج للقهوة أشرب شيشة زوجتي تزعل؟ أكو شيء مهم نلتفت إليه دائما، إذا زعلوا الزوجين صار بينهم خصام، كل واحد يعبر عن نفسه يقول أنا ما مستعد أكسر كرامتي، هذا غلط. الزوج والزوجة كرامتهم واحدة، فاللي يدوس على كرامة الثاني يدوس على كرامة نفسه مو على كرامة. أنا لما أدوس كرامة زوجتي كرامتي، وإذا الزوجة داست على كرامتي كرامتها. هذا الشعور جدا مهم، لما يتزعلوا لما يقعدوا لما يتكلموا لما يتنازلوا هو ما في أي شيء يرتبط بمسألة الكرامة، وإنما المسألة مرضى. ولذلك يقولون هم المختصين في هذا المجال، إذا رأيت شخصين يعيشان في حالة من الهدوء والاستقرار، هذا مو معنى أن كلش متطابقين فوتوكوبي في التفكير والسلوك والذوق والمحبة، لا، اعلم بأن أحد الشخصين يتنازل عن الآخر. لابد الحياة تقوم على أساس لازم تتنازل، يعني ما يصير الرجال يقول أنا وبس والمرأة تقول أنا وبس تنتهي الحياة، واحد منهم لازم يتنازل. ولي يتصور أن تنازل أحد الطرفين يعني أنا وين بقت كرامتي، داست على كرامتها كرامتكم واحدة، ويبقى قوي بتنازل. هنا السؤال أعتقد أنه سؤال بمقدار ما هو كأنه يعني رغبة في التوجيه كلمة أو شهادة أو موعظة. هل يحق للزوجة الدفاع عن أبنائها في حال ضرب الأب لهم سواء كانوا مخطئين أو لأسباب تافهة؟ وهل يحق للزوج ضرب زوجته لإثبات رجولته؟ طبعا في المجال التربوي هذا طبعا الولاية هنا للأب، الزوجة ما إلها ولاية ولا يحق لها أن تضرب أولادها إلا بمقدار ما أذن الأب في هذا. والأب أيضا إذا يسمح له ضرب ابنه ضرب تأديبي بحيث لا يوجب الضرر، لا تزرقاق الجسم، احمرارة، ضرارة، كلها بها ديات هذه يدفعها. نأخذ مداخلة لسيد عقيل وبعدين سؤالين إن شاء الله. أشكر سماحة الشيخ على
هذه المحاضرة القيمة بظاهرة بظاهرة يعني بغي نشوف أسبابها وشنو يعني نصيحة وهو عندما يذهبون الزوجين للتسوق يذهبون مبتسمين ويرجعون متشاجرين يعني هاي كثير من الناس نسولف وياهم يقول أنا بعصر لي يعني أنا بعصر لي فشنو أسبابها وشنو الحل؟ طبيعي أن هاي الظاهرة سببها واضح وسبب اقتصادي يعني في الغالب على قولة النسوان اليوم يروحون شوبينج ويطلعون فتروحي على أساس مقرر وهذا أرجع لنفس الكلام اللي ذكرته سابقا في فن إدارة الاقتصاد الأسري اليوم لما تدخل السوبر ماركت الأول إحنا ندخل دكان في أمور محدودة تأخذها وتطلع اليوم في تدخل سوبر ماركت تدخل لك مجمع طريقة العرض مغرية أنت رايح تأخذ عصير تطلع بعشر حاجات هذا شيء طبيعي لأن الزوج والزوجة ما حددوا الأمور اللي راح تشتغل يعني عادة في الاقتصاد هالشيء إنه إحنا رايحين الليلة بنروح مثلاً أحد المجمعات أو أحد المراكز بنشتري أغراض معينة حتى أغراض البيت نقعد نكتب الأشياء الضرورية ابتداءً أولويات ضروريات تقدم مثلاً خمس حاجات أشياء الكمالية حسب الميزانية الموضوعة نحتاج إلى حاجتين عندنا فائض من المال راح نخليه يمكن حق البترول يمكن ناخذ عشاء يمكن ناخذ آيس كريم ناخذ كذا خلاص ميزانية محصورة الأشياء اللي راح ناخذها راح نتوجه للنقاط اللي نشتريها ونرجع مشكلتنا احنا كلنا ان نقرر مسألة التسوق قبل يوم قبل يوم بصورة عادية يلا الآن راح نتسوق ضربوا السلف طلعت المرأة والرجال رايحين السوق شيء المحدد بناخذ ثياب شنو ثياب اللي بتاخذينها ناخذ ثياب تاخذ الجاكيت بثلاثة انواع وتاخذ البانيلات وتاخذ ما اعرف ايه هذا الرجل يطالع الراتب راح لانه كل ما تاخذ شيء تسحب من دمه كل ما تاخذ تسحب من دمه شوي شوي يصير عنده حالة توتر ولذلك اقل شيء في السوق اقل شيء كل ما العربة صارت جبل كل ما هالجبل قاعد على قلبه لو تقول إلي تعال أراويك أشي ما اللي تبغي نأخذيه أخذيه بس فكين أخذيه هاي أخذيه يعني بداية الثورة بدت المعركة ليش الخلل في الواقع خلل من الزوج قبل ما يروحون السوق أولا التسوق مو يومي يعني الآن صار عندنا مرض التسوق يعني أنا واحدة اتصلت بي تقول ليش أرتاح في التسوق على بدي كل يوم أروح السوق هاي إذا كل يوم تروح السوق لا تأخذ بدينار تكسر ظهر الفقير ليش تروح السوق كل يوم محدد إن افترض الفصل الفلاني نحتاج له اليوم الفلاني المدارس نحتاج في اليوم الفلاني وتكتب الأشياء لما تحدد وترسم ميزانية أو ترصد تصير حتى لو تجاوزت الميزانية تجاوز يكون طفيف ويكون مريح بالنسبة للزوج لأن القرار أخذ قبل الذهاب للسوق في هذا السياق يعني كتبت كلمة عجبتني لجبران خليل جبران أقول يعني للنساء بالذات إن الساعة التي تصرفها أيها الفقير مع رفيقتك وصغارك بعد مجيئك من الحقل لهي رمز العائلة البشرية المستقبلة هي عنوان سعادة الأجيال الآتية والحياة التي يصرفها المثري بين الخزائن لهي حياة دنية تحاكي حياة الدود في القبور هي رمز الخوف في سؤالين أخيرين إن شاء الله نختم أحبك زوجي بقوة أو أحب زوجي بقوة وهو وكاتب كافو فقط عليها وهو أهل لهذا الحب لأنه حنون وطيب القلب يحاول إرضائي وإرضاء أطفاله بشكل كبير لكن خربت الجملة السابقة كلها
مشكلتي معه أنه غير ملتزم، مشكلة كبيرة جدا بأداء الصلاة بشكل صحيح، فهو متهاون تارة وتارك للصلاة تارة، وهذا يجعلني غير واثقة به. فإن كان غير ملتزم بأداء حق ربه فكيف سيكون صادقا معي في حياتي معه؟ هذه مشكلة كثير ما يعاني منها بعض الزيجات، بس لابد أن نقرأها بصورة صح. هي عبرت غير ملتزم متهاون. أنا اللي أحتمله أحد وجهين، مرة يكون متهاون بالصلاة يصلي، بس كون المرأة متعودة أن عندي مشكلة قريبة جدا صار لها يمكن شهر من ضمن المشاكل، وهذه مشكلة خارجية، أن زوجي بدل ما يصلي صلاة الظهر عقب الأذان يصليها الساعة 3 الساعة 4، صلاة الصبح ساعة قضاء ساعة أداء، صلاة المغرب والعشاء يقعد عند التلفزيون يصليها الساعة 8. هذه مشكلة، هذا نوع. مشكلة ثانية أن زوجي ما يصلي مرة، يعني يصلي يوم 10 يترك الصلاة، هذه مشكلة أشد. مشكلة ثالثة أن الزوج ما يصلي، منكر لله، منكر للصلاة، هذا طبيعي، زوج لا يصلح للبقاء. بالنسبة للقسم الأول، هذا قسم عادي جدا يحتاج إلى نوع من التنظيم في حياته، يعني عنده مشكلة خلل في التنظيم، متهاون، بس هذا ما يؤدي أنه تقول بأنه خلاص ما أثق فيه أو بعضهم. أنا عندي أنه وصلت المسألة إلى المحكمة أنه تريد تطلق الزوجة لأجل هذا السبب. لا، هذا ما مو سبب للطلاق، بالعكس، أنت جزاك الله خير تحاولين تحصلين أجر وثواب، محاولات، مرة بالكلام ما قدرتي، بالكلام بالفعل أذن المؤذن طفين التلفزيون تخلين المصلى تقومين تصلين تخلي، ما يمكن يستحي، يمكن كذا تأثر عليه. ذاك النوع الثاني اللي يتقطع في صلاته أيضا بعد ما يكون مبرر، لأن هذا مو أنه ما يحب الله وما يصلي، هذا يحب الله لكن عنده مجموعة أصدقاء، عنده عادة موروثة خاطئة، عنده كذا، هذا إما أن عنده رغبة في التغيير ويقول أنا فعلا أنا متورط، بس إذا تحصل أحد يساعدني فتلجئين إلى من يساعدك في هذا الأمر لحل المشكلة، وإما أنه يقول لا أنا ما أقدر، فأنت الآن تتواصلين مع جهة معينة تساعدش في الأمر، ترسم إليش خطة بحيث شوي شوي، وهذا اللي تقدرين عليه، أكثر من هذا لا تستطيعين، والباقي على الله سبحانه. تنكرين عليه المنكر، المنكر المنكر يسقط إذا احتملت عدم التأثير، فإذا علمت بأنه ما راح يتأثر خلاص تنتقلين من مرحلة الكلام إلى مرحلة حتى لو سكتين عليه تكون غير مأثومة وتبقين تعيشين وياه كزوجة. هذا السؤال الأخير تركناك حق الأخوة والأخوات الذين لم يتزوجوا بعد، مقبلين على الزواج، عزابي، ما هي أهم الأشياء؟ طبعا يحتاج محاضرة طويلة لكن إشارات صغيرة. ما هي أهم الأشياء التي يجب أن تتوفر في المتقدم للزواج أن تقبل بها أهل الزوجة؟ يعني ما في محددات، لأنه الزوجة اختيارها تابع لذوقها، بس في أمور عامة يعني العمر يلاحظ فيه، بس وإن كان إحنا في عندنا موروث في العمر بأنه يصير صغير يتزوج لوحدة أكبر منه، يصير مساوي له في العمر يصير، بس إحنا عندنا شيء اجتماعي، يصير واحد يتزوج بنت هو ما متزوج ولا مرة ويتزوج واحدة مي بكر، يصير إحنا عندنا شيء اجتماعي، مو شيء لا شرعي ولا قانوني ولا شيء، يعني تقدر تتزوج واحدة أكبر منك عمر، في عمرك، أصغر منك عمر، غير بكر، ما بي أي شيء، مطلقة، عندها أطفال، كل هاي الأمور تصير، يعني مسألة العمر، مسألة التعليم، المهم أن يكون هناك تقارب في التفكير بين الزوجين، تقارب في التفكير. طبعاً مسألة الدين مسألة جداً مهمة، مسألة الأخلاق، عندنا أشياء خارج الإطار وهي تتعلق بالسلوكيات، يعني مثلاً المزاج مسألة مهمة، تعرف أنه هذا إذا مزاج حاد
وهي مزاجها بارد، هذا ما يبقون يومين فيه تحت سقف واحد. عندنا مسائل خاصة بهم في مسائل التدخين وغيرها، يعني هذه أمور ترجع لها. أنا عندي كاتب فورما اللي بيتقدم في المقابلة والأسئلة، بس نفذت اللي عندي ودورتها وما حصلتها بعد، فإن شاء الله أسوي واحدة. وعندي راح يكون في جمعية التوعية إن شاء الله ندوة في خصوص البحث عن الشريك، وراح نتناول هذا بالتفصيل. أحسنتم سماحة الشيخ. هناك طلب من الأخوات ذات من الأخوة في الجمعية بالإعلان عن رقم هاتف الشيخ للتواصل معه، والآن مع تكريم أيضا لسماحة الشيخ بعد نهاية هذه المحاضرة المثرية القيمة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتفع بها الجميع. تكريم من قبل السيد رئيس الجمعية سيد عباس، تفضل سماحة الشيخ. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.